أنا حكمة جابولي، عمري 25 سنة، مهندسة طبية ومخترعة سورية. اخترعت جهاز طبي ذكي بيساعد مرضى الشلل النصفي على الوقوف والجلوس وحتى المشي. اجت الفكرة الاختراع من حادث أليم حدث مع أختي. كنت أنا وأختي بالبيت، نزلت قذيفة، اجت شظيع النخاع الشوكي، صارت أختي ما عم تقدر تمشي. أختي تحولت من حدا قادر يمشي ويتحرك لحدا عم يطلب جهاز يساعده على الوقوف والجلوس. هلا اختي تحولت حياتها. كانت قبل الجهاز مثلا بدها تشرب مي، اقل شيء كانت تطلب حدا انه يجيب لها كاسه هالمي. كانت بالمدرسه وقت مو لابسه جهاز، كانت ما تقدر تثني رجلها، فكانت رفقاتها ينظروا لها نظره انه هي عم تضايقهم بالمقعد وهيك، يعني في حالات تنمر. من هون انا بحثت بالسوق، لقيت جهاز بس بتقنيه تقليديه استيراد برا وبسعر كثير غالي انا مو قادره اشتري. خبرتها لاختي اللي صار، قالت لي انت عم تدرسي هندسه طبيه، طب ليه ما انت تخترعي هذا الجهاز؟ من هون انطلقت الفكره وانطلق الاختراع وانطلق المشروع. اختي بعد ما صارت تلبس هذا الجهاز صارت توقف تروح تجيب هي كاسه المي. ثاني شيء وقت صارت بدها توقف تشارك بالصف صارت توقف وتشارك وتقعد. هلا اكثر شيء بيميز هذا الجهاز انه الكتروني وذكي. بيتم عمليه، يعني المريض بس بده يوقف بفوت على ابلكيشن بيقول اب او اريد الوقوف، تمام، باي لغه بده اياها. الجهاز بيستقبل الامر وبيعمل عمليه الوقوف المريض. في حال المريض ما عنده موبايل بيقدر يتحكم بالجهاز عن طريق الريموت كنترول، بيضغط زر بيعمل عمليه الوقوف وبيضغط زر ليعمل عمليه الجلوس. هلا بالنسبه للاختراع اخذ معي وقت 3 سنين، تمام، من ناحيه التخطيط والنماذج. اول شيء بلشت بنموذج ميكانيكي بحت، بعدين طورته لنموذج الكتروني، تمام. بعدين كنت شاركت بعده معارض ضمن معرض الباسل، فقابلت الوزير وخبرني انه انت هي فكرتك مو بس فكره، هذا اختراع، هذا مو موجود بسوريا، لازم تاخذي براءه اختراع. وقدمت براءة اختراع وتم تيسير الموضوع والحمد لله حصلت عليها. كان في مسابقة عالمية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية. شروط المسابقة هو انه تبعتي فيديو لاختراع انت عملتيه مو موجود، يعني انت مبتكرتي فكرتك واختراعك، وترجمي. فانا ارسلت هذا الفيديو، 64 دولة كانت مشاركة من جميع انحاء العالم، تأهل منهم 20 دولة، والدولة الوحيدة من سوريا هي الاختراع اللي انا شاركت فيه. توقعت اني فوز لانه محبة الناس كثير كبيرة، بس ما توقعت اني احصل على المركز الاول. فانا السعادة اللي شعرت فيها اول شيء ما بتوصف بكلمة، واول مرحلة ما صدقت. أكيد نحن ما حنوقف عن الاختراع لأنه العلم ما بيتوقف عند نقطة معينة. طالما وجودها مشاكل نحن موجود عندنا حلول، لنبتكر حلول لهي المشاكل ونحولها لاختراعات وممكن نحولها لمنتج. هلا الاختراع اللي نحن عم نفكر فيه هو تطوير لهذا الجهاز. رسالتي الأخيرة، النجاح ما له سهل وما بيجي بلحظة. النجاح هو إنه ما تنام الليل ولا النهار، النجاح هو تعب وجهد بذلته لوحدك ونجحت.